السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هيكون يعني اخر سلسلة كده في رمضان، وفيديوهات اللي جاية ان شاء الله تكون استعداد للعيد، فاستنوها. فيديو النهاردة هعمل لكم الحاجة اللي انتوا طلبتوها على الانستجرام، وهي الايس كريم بالبسكوت، فيا رب يعجبكم. اول حاجه انا استخدمت بسكوت اسمه تشاتو، انتوا ممكن تستخدموا بسكوت تاني ساده اللي هو بيتباع عند السوريين براحتكم، وتحطوا بقى شوكولاته براحتكم. واستخدمت 2 باكت ايس كريم بالفانيليا، عشان انا جايبه شاتو بالشوكولاته، فحسيت ان هيبقى ميكس لطيف. حطيت كوباية لبن وكوباية مية بس علشان يبقى فلافي كده من جوه ومش مكتوم. وضربته كويس لمدة 5 دقايق لحد ما الخليط تقيل كده. وبعدين حطيته في علبة وسبته في الفريزر لمدة 3 ساعات. بعد 3 ساعات طلعته، كان لسه يعني مسك شوية. ممكن لو انتي مستعجلة تضربي الايس كريم بتلج بدل ما تضربيه بلبن ومية، فاضربيه بتلج احسن. جبت البسكوت وبدأت احطه تحت في القاعدة بتاعة القالب، انتي اختاري القالب اللي انتي عايزاه. وبعدين حطيت ايس كريم، وبعدين جبت بسكوت تاني ونزلته في لبن علشان يتمزج مع الفانيليا، الطبقة اللي في النص تبقى ممزوجة مع الفانيليا. ورجعت حطيت الايس كريم، وبعدين زينت الطبقة من فوق ببسكوت متكسر وبسكوت حتت، وكمان ضفت فاكهة. اختاري الفاكهة اللي انت عايزاها، انا حطيت هنا خوخ، ممكن تحطي تفاح، ممكن تحطي في النص تفاح، ممكن تحطي فراولة، حطي اي حاجة انت حباها. ورجعي حطي الايس كريم تاني في الفريزر لمدة تقريبا 2 ساعة او على حسب ما يجمد. انا بصراحة ما استنيتش، يعني حطيته تقريبا 2 ساعة، وبعدين جيت فتحته فكان لسه برضو لسه ما مسكش كويس، بس مش مشكلة، انا حبيته جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم.